النقطة اللي بعد كده تدبر القرآن. بصوا احنا عمالين نتكلم عن ايه الحاجات اللي تعملها في رمضان عشان تستفيد. دي قد تكون اعظم حاجة ممكن تعملها في عمرك كله، تدبر القرآن. تخيل بقى ان اعظم حاجة ممكن تعملها في عمرك كله محدش علمك تعملها ازاي. والله العلي العظيم انا اعذر المتحدثين في الدين والدعاء، لان هم بيقروا، فلان موروثنا الجميل ما تشرحش فيه ازاي تتدبر، ازاي تتعامل مع كتاب ربك، فمش هتلاقي اي حد فيهم بيشرح لك ازاي تتعامل مع كتاب ربك ببساطة، بل بالعكس هتلاقيهم بيخوفوك وبيرهبوك ويقول لك اوعى تعالى واحنا اللي نقول لك. الله يسامح اللي بيعمل كده. مش هتلاقي حد بيخليك تقرب من كتاب ربك وبينزع الشركاء والوسطاء اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فانا هقولها سريعا كده لغايه ما اتعمق فيها بعدين في حلقه مفصله من حلقات ملفات ان شاء الله. اول حاجه لازم اعملها انك تنسف القناعه الغلط المتوارثه اللي محطوطه في عقلك وبتقول لك القرآن صعب الفهم وصعب تعرفه وصعب معرفش مين. كل ده كلام لا أساس له من الصحة. بقى يا راجل حد يقول لك القرآن صعب ومحدش يعرف يفهمه إلا واحد اتنين ويحط لك شروط كده، ما أنزل الله بها من سلطان ولا حد في الدين قالها، لا الله ولا رسوله خالص. شروط تتحط كده كتير معايا. والله اللي بيقول لك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يلا هتصدق البشر اللي قالوا لك صعب ولازم حاجات كتير تعملها قبل كده، ولا إلهك اللي قال لك ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ فعشان كده طبعا انت لو مسكت الكتاب من غير ما تفهم الطريقة هتحس انه صعب، لان ما حدش قال لك الطريقة. فركز معايا كويس قوي، لان الطريقة يعني زي ما قلت لكم القرآن 90% أو الدين 90% منه علم نفس، فلازم تكون عارف المعلومات النفسية الدقيقة الخطيرة جدا اللي هقولها دي. القرآن كتاب بيخاطب كل مراحل الوعي، كل مراحل الوعي بلا استثناء. حلو كده؟ ففي ناس لو شفنا مثلا مراحل العمر هتلاقي في أطفال وفي أطفال كبار شوية وفي مراهقين وفي شباب، في شباب كبار شوية وفي شيوخ وعواجيز بقى وكده، دي مراحل السن. فالعقل له مراحل كده برضو، في مراحل في الوعي بسيطة ومراحل أعلى ومراحل أعلى إلى أكبر مراحل الوعي العالي. خلاص كده؟ فالكتاب بيخاطب كل هذه المراحل، وبالتالي أول قاعدة لازم تبقى عارفها عن الكتاب إن الحاجة اللي أنت مش فاهمها تبقى مش مرحلة وعيك، مالكش دعوة بيها، طبق بس اللي أنت فاهمه. دي أول قاعدة، اقرأ اللي أنت فاهمه روح طبقه. خلي بالك مش هتعرف اللي مش فاهمه إلا لما تطبق اللي أنت فاهمه. هعيدها تاني، لن تستطيع فهم ما لا تفهمه إلا عند تطبيق ما فهمته. كل ما هتطبق أكتر، كل ما ترتقي في الوعي، كل ما هتفهم أعلى، هتفاجأ إن اللي ما كانش مفهوم بقى مفهوم. عارف كل ما هتطبق اللي انت فهمته هتيجي تقرأ آيات بعد كده هتحس إن انت إيه ده، كأنك أول مرة تشوفها قدامك. أهي الحركة دي ما انت كنت قاريها قبل كده، معناها ان الكتاب لسه ما تنزلش، القرآن لسه ما تنزلش في وعيك، لان الوعي مراحل، مراحل اعمق واعمق واعمق. فكل ما هتطبق اللي فهمته من الكتاب هيتنزل اعمق في وعيك، فلما يتنزل اعمق هينور اكتر فهتفهم اكتر، هتروح تطبق هيتنزل اعمق فهينور اكتر فهتفهم اكتر، وهكذا لغاية ما نقابل ربنا ان شاء الله. يبقى كل ما هتطبق سيتنزل ويتنزل، فكل ما هيتنزل هتفهم أعمق وأعمق. هتلاقي نفسك بعد سنة ولا اتنين ولا تلاتة تعاملك مع الكتاب مختلف جذريا عن أنت نفسك.
من سنتين ثلاثة، لأنه تنزل أكتر وأعمق في الوعي. حلو كده؟ ركز بقى في الآية دي اللي بتشرح نفسيا بمنتهى الدقة اللي شرحته من شوية. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. خدت بالك؟ لو انت سألت عنها ولسه القرآن ما تنزلش، حتى لو حد جاوبك هتحس انها مضايقاك، هتسوقكم لانها مش مرحلتك. تخيل كده النهاردة طالب في ابتدائي سمع عن الجذر التربيعي والقطع الناقص والقطع المكافئ، فراح يسأل عنه، فحد قاعد يشرحه له، ايه هيكلكعله الدنيا، دي مش مرحلته. محدش يديلك انتبه الله يهديك. عشان كده ربنا أمرنا بالتدبر فرادى، كل إنسان مطالب بالتدبر عشان تاخد من القرآن مرحلتك. كل اللي انت بتسأل فيه الناس وبيقوله لك وتحس انه جديد عليك او صعب عليك، معناه انه بيديك من مرحلة اعلى، لانه مش فاهم الحتة النفسية دي، فبيكلكع عليك وبيصعب عليك. وبالتالي اول حاجة لازم تكون فاهمها عن كتاب ربك وانت بتتدبر، ان انت لو لقيت حاجة مش فاهمها بلاش تسأل عنها دلوقتي، طبق اللي انت فاهمه الاول. خلاص كده، مرة مع مرة مع مرة هتبدأ ترتقي، وساعتها ممكن تبدأ تسأل. سألت مش مشكلة، ما ممكن تسأل، سألت لقيت الموضوع لا صعبة مش فاهمة، سيبها تقيلة عليك يا مش مرحلتك، عافى الله عنها. اوعى حد يرعبك ويخوفك ويقول لك لازم تعملها، لان الكتاب ده فيه ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة، فانتبه الله يهديك. ما ينفعش تطبق حاجات جامعة عشان واحد مش فاهم الحتة النفسية دي، ودي حتة مهمة جدا في فرع من فروع علم النفس اسمها علم النفس الدعوي او علم النفس الديني، بنقولها للعلماء اللي بيتصدروا للدعوة. ده فرع كامل من فروع علم النفس اسمه علم النفس الديني او علم النفس الدعوي. ازاي تعمل الدعوة للناس؟ ليها منهجية نفسية علمية فيها ابحاث رهيبة. معايا؟ وبالتالي مهم جدا، يمكن في يوم من الايام قعدت مع احد وزراء الاوقاف، مش هقول اسمه بقى، لدول عربية، وتحمس وشرحنا الحتة دي، ولكن كلام كان جميل ولكنه لم ينفذ بعد. يا رب ان شاء الرحمن ينفذ ويصبح في ارض الواقع. لو الدعاء فهموا هذه المنهجية النفسية هيحصل طفرة في الفهم الديني للشباب وللبنات. يبقى اول خطوة القرآن مراحل في الوعي، هتتعامل معاه، فهمت حاجة روح طبقها، مع استمرار تطبيقك هترجع تقرأ تاني تطبق اللي انت فاهمه، هتلاقي نفسك كل شوية بتتطور في الوعي. طب انا اطبق ازاي بقى؟ ركز، لان المعلومة دي انا هقولها سريعة جدا او سريعة في الحلقة دي، وهخصص لها حلقة كاملة او حلقتين بالتفصيل ان شاء الله بامثلة اكتر بكتير. هتقسم الكتاب كله الى اربع اقسام. هتقسم الكتاب الى اربع اقسام. اول قسم قسم الجزاءات، او سميها بالعامية كده العقوبات والمكافآت، الجزاءات. تاني قسم قسم النواهي. تالت قسم قسم الاوامر. رابع قسم قسم المعلومات والكنوز. حلو كده؟ اول قسم جزاءات، تاني قسم نواهي، ثالث قسم أوامر، رابع قسم معلومات وكنوز. أربع أقسام الكتاب كله لن يخرج عن هذه الأقسام الأربعة. ويا ريت يا رب الدعاء اللي بيسمعوا الحلقة يبدأوا يعودوا الشباب في محاضراتهم وخطابهم يعملوا كده مع الكتاب، هيحصل نتائج عقلية رهيبة، لأن هو ده التدبر الأصلي اللي بيخلي المخ ينضف. التدبر سبب لتنظيف المخ، مش تستنى. يعني في ناس ساعات بسألهم كده، هو انت هتتدبر عشان تتعلم ولا هتستنى لما تتعلم عشان تتدبر؟ ايه اللي قبل ايه؟ التدبر وسيلة مش غاية، وكل ما تدبرت كل مخك ما نضف اكتر. واللي هيبدأ يتدبر، انا شفت كمية نتائج رائعة، شباب من الثانوي بدأوا يتدبروا دلوقتي ادمغتهم توزن بلد، ولو دخل في مناظرة مع أي حد يحاجه بمنتهى القوة والوعي، لأنه بقى دماغه واعية.
القرآن بيظبط الدماغ جدا، بيعلي الفقه والوعي بصورة لا تتخيلها. يبقى هتقسمه لأربع أقسام تاني، أول حاجة جزاءات، تاني حاجة نواهي، تالت حاجة أوامر، رابع حاجة معلومات وكنوز. الجزاءات بقى هتقسمها لقسمين، جزاءات سلبية وجزاءات إيجابية، عقوبات ومكافآت. وخد القاعدة الخطيرة دي، هو ينفع ربنا يعمل لنا كمين؟ يعني ينفع مثلا انت تعمل حاجة ويقوم يعاقبك عليها مع انه ما قالكش نعاقب عليها؟ كمين بقى كده يحط لك كمين كده يوقعك فيه؟ مستحيل، ده إله الكون. عشان كده خد القاعدة الخطيرة دي، العقوبات واضحة وضوح الشمس في الكتاب. أي شيء ليس له عقوبة في كتاب الله لن يعاقب عليه. انتبه عشان ما حدش يرعبك ويخوفك، لأن كتر التأليفات والحاجات الدخيلة اللي ما أنزل الله بها من سلطان عيشت الناس في جحيم ورعب. كم واحد فيكم أرعبوه هو صغير إنك لو نمت على بطنك ربنا هيكرهك، وربنا بيكره النوم، وكان رعب. ولما كبرنا وتدبرنا وتفكرنا اكتشفنا انه تأليف ما أنزل الله به من سلطان وحاجات كتير. فانتبه، الله يهديك، لأن كمية اللعب في الموروث، والناس للأسف دعائنا الله يهديهم، دعاتنا لا يتدبروا. هو بيقول لا فلان قال كذا يمشي وراه، انهم بيذكروا كويس، ولكن التدبر والتفكر اتقتل في الأمة بقاله أكتر من 700 سنة أكتر كمان. واللي بيفكر يقول معلومة لم يقلها السابقين بيلاقوا هجوم رهيب، وهتشوفوا كتير أكيد هجوم، والاسم باسم الدين. يعني هجوم وغيبة ونميمة باسم الدين. بس ما علينا، بمناسبة أي حد تلاقيه بيغتاب وبينم ويمشي بالغيبة والفضح كده، اوعى تاخد منه الدين، هو أصلا مش فاهم دين، مش فاهم القرآن ولا عقوباته. ولما تعمل كده تدبر هتفهم إن شاء الله. يبقى انتبه كده بقى، هتطلع العقوبات وهتبدأ تقراها، هتلاقيها واضحة للطفل الصغير. هديك أمثلة، ويل لكل همزة لمزة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. شايف؟ عقوبات واضحة، عقوبات كتير. هتجيب بقى كتاب أو دفتر، هات دفتر مخصص للتدبر وسميه سمعنا وأطعنا. جرب مرة تتعامل مع إلهك بأنك بتاخد من الكتاب، ما تسيبش حد يذاكر لك، ما تذاكرش من ملخصات حد. افتكر القصة اللي قلتها لكم في الفايل الأول التاني، الطالب اللي كان قاعد بيذاكر من ملخصات زمايله ودخل الامتحان ورسب لأنه ساب الكتاب اللي الدكتور مديهوله. كم واحد فيكم عمال يذاكر من ملخصات ناس تانية؟ والكتاب اللي هنتسأل عنه يوم القيامة، والله العظيم هتفاجأ وانت عمال تقرا العقوبات، هتفاجأ ان حاجات ولا حد في الموروث جاب سيرتها خالص، ولا كل الدعاء في دعاء من يوم ما بدأوا الدعوة لغاية ما ماتوا ما جابوش سيرتها، وناس بتعملها كل يوم وما يعرفوش ان فيها عقوبة. يوم يروح يوم القيامة تبقى مصيبته مصيبة، يا رب ان السادة الكبراء ما قالوليش ازاي الكتاب عندك. فانتبه، صورة كاملة اسمها ويل لكل همزة لمزة، انا بعتبرها اكبر عقوبة في الكتاب. بالمناسبة انا في محاضرة كنت عاملها اسمها كيفية التناغم مع مختلف الشخصيات، هتشوفوا صورتها كده، اسمعها بعمق، هتفيدك قوي ان شاء الله في التعامل مع الناس. فانتبه جدا، العقوبات هتطلعها، والذين كذبوا بآياتنا اللي بيكذب، يعني مثلا ربنا في القرآن في كذا آية ما تقولش على شيء حلال ولا حرام لانك كده بتفتري الكذب، فتبقى حريص لا تقول على شيء حلال ولا حرام لان فيها عقوبة، فيها عقوبة. فانتبه، وعقوبة عذاب أليم
ربنا سماها بيفتري على الله الكذب. يبقى عشان سابقين قالوا على حاجة سموها حرام تسميها حرام انت كمان؟ وزي ما قلنا في ناس سموا الصيام حرام على الحائض، ايه ده؟ ده فيها عقوبة، فانتبه. فلازم تكون دقيق جدا في لفظة حلال ولفظة حرام. احنا بقينا الموروث بتاعنا خلاها تافهة، بقينا حتى في الكلام العامي حرام عليك حرام دي كلمة قرآنية ما ينفعش تقولها، ليها عقوبة، الدنيا مش لعبة، فانتبه. يبقى لسانك ما يقولش الكلمة دي إلا على الحاجات اللي ربنا قال عنها حلال أو ربنا قال عنها حرام، مش لعبة. فهمت أقصد إيه؟ وبالتالي زي ما نتكلم في موضوع تاني، مواضيع كتير بقى حاجات سموها حرام 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 حرام، فانتبه. وخلي بالك كمان لو أنا النهاردة مثلا يعني ربنا قال لنا نتوضأ قبل ما نصلي، ما ينفعش أستنبط وأقول حرام إني أصلي من غير ما أتوضأ، لا، هي فيها نهي بس مش حرام، ما تقولش كلمة حرام. ما ينفعش الحائض تصلي إلا لما تغتسل وتطهر، يبقى ما سميهاش حرام إنها تصلي. لم يقل الله أنها حرام على الصلاة، ولم يقل رسوله أنها حرام، بطلوا كذب بقى، خليك ماشي مع كتابك وكتاب ربك. رسولك كان قرآنا يمشي على الأرض لو عايز تفهم سيرته بجد، فكان ماشي بيطبق كتاب ربنا. لما سئل السيدة عائشة قامت قايلة كان قرآنا يمشي على الأرض لو أنت عايز تفهم وكان عايش إزاي وماشي إزاي، لأن في تأليفات وتخريفات كتير اتدست في سيرته وفي أحاديثه والله ما أنزل الله بها من سلطان. فأنت عرفت خلاص النواهي، ادخل على المكافآت، الحاجات المفيدة، الحاجات اللي فيها جوائز بالمعنى العامي، هتلاقي مثلا آيات وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. واضحة؟ في آية أنا قلتها محتاجة حد يفسرها لك؟ أهي دي الآيات اللي هي للوعي البدائي، الوعي البسيط اللي لسه داخل على الكتاب جديد، أي حد في ابتدائي هيفهمها. ممكن بقى لما وعيك يعلى ويتعمق تفهم منها حاجات أعمق، بس لن تخالف الوعي البدائي أو الوعي الأساسي إنجاز التعبير، لأن كلمة بدائي قد يكون شكلها سلبي بس هي معناها البداية. يعني معايا؟ واضحة زي الشمس اهو. فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا سلام، مكافأة. يا رب يبقى لما سامح الناس هتغفر لي؟ طبعا سامح، يلا. مش تقول بقى لا ده أنا لو زعلت من حد لا يمكن أسامحه أبدا، وتتفاخر قوي وتتنفخ كده. لا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا مخلوق هيعرف يذلك. إيه ده؟ ده أنا كنت مذلول، الفلوس زلاني، المعرفش مين زللني، مديري زللني، والله ولا مخلوق هيعرف يذلك لو بتعمل الحسنى. فهتبدأ تبحث بقى عن الحسنى والآيات اللي فيها الإحسان وتفهمها، عشان مستحيل حد يذلك. أولئك أصحاب الجنة، خلي بالك، أولئك أصحاب الجنة. لما تتدبر في كتاب ربك هتفهم الجنة في الدنيا قبل الآخرة. أولئك هيبقوا عايشين في الجنة، جنة الدنيا والآخرة كمان. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أي حاجة، إن شاء الله ابتسامة، إن شاء الله حد بيشيل حاجة روح تساعدته، يا رب أنا بعملها بنية الإنفاق من سعتي. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. واو، مكافآت رهيبة. فهتبدأ تدرك كتاب ربك وتنطلق. شايف الطاقة اللي جواك؟ أنا حاسس بيك، شايف؟ ابتسم، أيوة ابتسم، هتحس إن كتاب ربك جميل، متعة. دي أعلى أنواع الطاقة اللي تعملها في شهر الكتاب وشهر القرآن. مش قاعد دغدغان ونو نو 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 نو، استغفر العظيم يا رب يعني. وبالتالي لان الموروث بتاعنا خلاك قاعد دي 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 ولا انت فاهم حاجه. على فكره
خدها قاعده كده، لو ما فهمتش يبقى انت ما قريتش. لو انا النهارده جبت لك ورقه فرنساوي وانت بتعرف تقرا الحروف شينجيو لوغ بومبيغ فاغ لوغ، يبقى انت كده قريت؟ انت ما قريتش، انت مش فاهم. فلا تعتبر ممن قرأ ما لم تكن فهمت. فانتبه الله يهديك، اللي بيجري عشان يختم واللي بيعمل ما علينا. المهم عشان كده اللي بيقرأ حرف يبقى فهمه، مش بغبغان، مش عمال يختم مسابقات في الختم. طب تدبر، طب افهم. المهم يبقى خلاص طلعنا الأوامر، طلعنا أقصد الجزاءات، وعرفنا النواهي، وعرفنا الايه المكافآت. تنتقل للجزء الثاني، الكتاب المذكرة بقى اللي انت عاملها او الدفتر هتسميه سمعنا وأطعنا. حلو كده؟ يمكن زوجتي قالتها في الحلقة في السناب بتاعها، حاضر يا رب، معنى العامي البسيط كده، انا يا رب هنفذ هطبق. اقول لك على حاجة مهمة قوي، اعتبر كتاب ربك عبارة عن اس ام اس جاية لك تن تن، ربنا بعت لي رسالة. الله، تفتح الرسالة لقيتها الكتاب. ايه ده جاي لي انا، مش محتاج حد في النص يشرح لي. هي اجتهاداتهم، ولكن انا مش محتاج حد يشرح لي، فانا همسك الكتاب اللي ربي بعته لي، ده جاي لي رسالة من ربي، وهنفذ اللي فيه. سمعنا وأطعنا يا رب، سمعنا وأطعنا. هتخش بعد كده على النواهي. لما هتتدبر هتكتشف ان معظم النواهي الا قليل عكسها له عقوبات. بس فصصهم كده، قسمهم لاثنين، نواهي ليها عقوبات لو انت عملتها، ونواهي ملهاش عقوبات. حلو، انت لما تتدبر هتكتشف ان هم كتير جدا اللي ليهم عقوبات، بس عايزك تعرفها انت لوحدك، وهتلاقي معظمهم مفهوم وفيهم مش مفهوم. طبق الاول اللي مفهوم، طالما لسه انت لوحدك مش فاهمه لن تحاسب عليه. حلو كده؟ طالما انت لغايه النهارده مش فاهمه، اوعى حد يرعبك ويخش يحاول يفهمها لك عشان يخوفك. يعني ممكن تكون سمعت حلقه من حلقاتي او من حلقات حد غيري ولقيتها تقيله قوي، يبقى مش مرحلتك، مالكش دعوه بيها. حلو كده؟ ابدا الاول بالعقوبات، وقفها. الحاجات اللي فيها عقوبات وانت فاهمها لازم توقفها، لانك لو عملتها هتتعاقب، طالما انت فاهمها ووعيها. يبقى دي مرحلتك انت. فانت الاول عمال توقف، خلي جهدك كله ايقاف الاشياء اللي فيها عقوبه. خلاص؟ تنتقل دلوقتي للنواهي. النواهي مثلا زي اللي فيها عقوبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شايف النواهي؟ النواهي لها عقوبات. عمرك سمعت حد من اللي بيدعو للدين قالك كلوا من طيبات ما رزقناكم الأكل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى؟ انت متخيل ان في عقوبة للطغيان في الاكل؟ والطغيان في الاكل ليها معنيين، اول معنى انك تاكل كتير، تاني معنى الحاجات اللي بتتحط طغيان بقى، والحاجات اللي بقت منكهات وملونات طغيان، لخبطوا الاكل اللي ربنا خلقه الفطر الطبيعي. ده نهي في الكتاب له عقوبة. تخيل، اصل ما كنتش اعرف، ما الكتاب في ايديك، كنت سايب حد يذاكر لك. تخيل بقى، في حد بيضحك، انا كنت عارف اصل حد قال لي. يعني انت مستني ما حد يقول لك؟ انا عايزك انت اللي تعرف من الكتاب. فيكوا ناس ممكن يكون سمع حد قالها فالحمد لله، وحد ما سمعش، معقوله تعيش حياتك كله لغايه ما تموت دينك سماعي؟ امال فايده الكتاب ايه؟ يعني احنا مطالبين نكون مؤمنين بالكتاب. يا فرحتي، انت مؤمن بالكتاب ده من غير ما تقراه؟ يعني ايه مؤمن يعني؟ هو انت اسمك مؤمن بالكتاب وانت مش قاريه؟ اوعى تتخدع. لو ما قريتوش ما عرفتش اللي فيه، ما اسمكش مؤمن بيه. انت عارف انه من عند ربك، بس اللي مؤمن بيه وواعي بيه ومؤمن باليوم الاخر مش هيسيب الكلام ده.
ولا يغتب بعضكم بعضا، وربنا عامل عقوبات للغيبة والهمز واللمز واللي ماشيين بالسخرية وإلى آخره. عشان كده بكرر تاني، المنتديات اللي طالعة في كل حتة سخرية همز ولمز غيبة باسم الدين. خلي بالك يقول لك ايه، نحن بنحمي العقيدة هقول لكم معلومة مهمة قوي، معلش يا صدمة، أنا آسف، يمكن أتكلم فيها بالتفصيل بعدين. كلمة عقيدة بدعة دخلت الدين، لا هي موجودة في القرآن ولا في أحاديث الرسول حتى الأحاديث المكذوبة، دي كلمة جديدة مبتكرة جديد، بدعة. فهتلاقي كل اللي بيحارب بها بيحمي العقيدة اللي هي البدعة دي بيتبع الشيطان، بينزل في القرآن كله غيبة ونميمة، ومش مهم، مش مهم النهي القرآني، مش مهم العقوبات، المهم العقيدة دي. حلو كده؟ وعشان أوضح لك أكتر، كلمة عقيدة هي ما تعتقده. فالمسيحي عنده عقيدة، والسلفي عنده، يعني مثلا لو قلنا كل الديانات، المسيحي عنده عقيدة، والمسلم عنده عقيدة، والبوذي عنده عقيدة. جوه كل دين بقى، المسلم السني عنده عقيدة، والشيعي عنده عقيدة، والتكفير والهجرة عنده عقيدة، وداعش عنده عقيدة، ده إذا كانوا مسلمين يعني. معايا؟ والمسيحي بروتستانتي عنده عقيدة، كاثوليكي عنده عقيدة، أرثوذكس عنده عقيدة. مين فيهم اللي صح بقى؟ فالعقيدة هي ما يعتقده الشخص اللي مؤلف الكتاب اللي أنت بتدرسه ده. يعني اللي درسوا في الدين حاجة اسمها العقيدة بياخدوا رأي اللي ألف الكتاب ده، دي عقيدته هو، وبتتصدر عينها الدين. فيها صح على فكرة وفيها مصايب. فلو انت بتاخد من كتاب ربك المعلومات هتكتشف الصح من الغلط. اللي بيطلع يحارب ويهاجم بقى، هتلاقي في كتاب العقيدة متقله امتى تنفع تغتاب، يعني ممكن تغتاب الانسان الفاسق وتغتاب الانسان كذا، ولا نميمة في فاسق. نسافوا كلام القرآن كله، يعني ربنا اتكلم عن الغيبة والنميمة ونهى عنها وحط لها عقوبات، والرسول نهى عن الغيبة وقال لك ان الغيبة ذكرك اخاك بما يكره، حتى لو فيه، انت متخيل لو فيه اللي انت بتقوله ده ورايح تنشرها هي غيبة وليها عقوبة. وفي حديث ثاني، الغيبة اشد من الزنا، لان اللي بيزني ده ذنب يستغفر بيتوب، لكن غيبة لازم اللي اغتابته هو اللي يسامحك، دي مصيبة لانها سيئة. وانا عامل حلقة اسمها الفرق بين الذنوب والسيئات، اسمعها بعمق، ويمكن هخصص لها تفصيل اكتر في حلقات ملفات ان شاء الله. حلو كده؟ وبالتالي انتبه، فاللي ماشيين بياخدوا من موروث بيطلع دماغه متلخبطة ومشوهة. فلما تلاقي حد هكررها تاني، اوعى تاخد دينك من حد مش فاهم عقوبات الكتاب ولا نواهي الكتاب، مش مدركها اصلا وبيعملها، اوعى تاخد دينك منه، والا هتضل زي ما معظمهم ضال، وهتلاقي حياته جحيم. والله العلي العظيم لو تتبعت حياتهم لا هتلاقي حياتهم جحيم، ومشاكل مادية ولخبطة وأزمات نفسية واكتئابات. فانتبه منهم الله يهديك، لأن الغل اللي جواهم ده، أنا بتاع سيكولوجي وفاهم، اللي جواه غل تعرف إنه حياته جحيم. اللي عايش سعيد بقى نفسه راقية، بيعرف يسامح، بيعرف يفوت، لو لقى حد بيعمل حاجة غلط بيروح ينصحه في السر. لكن اللي بيطلع بتبص له فاهم عنده مشاكل، ربنا يكون في عونه. فانتبه منهم الله يهديك. فانت خلاص عرفت النواهي اللي ليها عقوبات. مثال عن النواهي اللي ملهاش عقوبات، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، لقلناها من شوية. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نواهي أهي، لكن عكسها ملوش عقوبات. انتبه بقى، النواهي اللي عكسها ملوش عقوبات يبقى نواهي للتكريم وللرقي وللرفعة. لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لا تسألوا عن أشياء عشان مصلحتك أنت عشان تستفيد، لكن مش لو سألت هيعاقبك. مفيش عقوبة في الكتاب اللي هيسأل عن أشياء لا تبدأ ليها عقبه، لا ده هي عشان ترتقي، عشان نفسيتك ما تتعبش، عشان ما تبقاش زعلان، عشان تبقى سعيد مستمتع. نهي للرفعة وللرقي، لكن عكسه ملوش عقوبة ولا جزاء سلبي. فهمت أقصد إيه؟ لا تمنوا علي إسلامكم، لو واحد مثلا جه غلط وقال ده أنا أسلمت ده أنا كذا، مش هيتعاقب يعني، أنت كده فاهم غلط. نوضح له ده ربنا اللي بيمن عليك أنا هداك للإسلام، لكن ما حطلكش عقوبة لو أنت عملت كده.
فهتلاقي نفسك بقيت فاهم الكتاب. شوف بقى دي اسمها سيكولوجية الكتاب، تفهمه النفسية بتاعته إنجاز التعبير، وبالتالي فهمت خلاص العقوبات وبقيت واعي ليها، محدش هيخوفك ولا هيرعبك تاني. وخلي بالكوا اللي هيفهم عقوبات ربنا بوعي ومكافآته محدش هيعرف يرعبه لأنه بقى فاهم. بعد كده خد النواهي، فهمت النواهي اللي ليها عقوبات والنواهي اللي ملهاش عقوبات، وانت عمال تكتب في الكتاب المذكرة اللي سميتها سمعنا وأطعنا معايا زي ما ربنا قال لنا. وانت ما تبص ما تحاولش تضغط على نفسك لحد الكمالية، انت خد كل شوية وقف حاجة، كل شوية وقف حاجة، وخد تدريج كده النواهي دي، وكل ما هتوقف نواهي كل ما الخير هيعم عليك من حيث لا تحتسب. تنتقل للجزئية اللي بعد كده الأوامر القرآنية، وهتقسمها كذلك لجزئين، أوامر عكسها له عقوبة وأوامر عكسها ملوش عقوبة. وطالما أوامر عكسها ملوش عقوبة يبقى أوامر للرفعة وللتكريم وللرقي، عشان محدش يرعبك. وانت هتكتشف الموروث لعب في الحتة دي قد ايه بنفسك، عشان ما تخليش حد بينك وبين ربنا يرعبك باسم الله ولا يكذب على الله سبحانه وتعالى. مثال على الأوامر اللي عكسها له عقوبة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقولوا للناس حسنا. شوفوا، لو أنت عندك أمانات ربنا أمرنا نؤديها لأهلها، ينفع عكسها ما وديش الأمانة ملهاش عقوبة؟ أكل الناس بالباطل غلط والسرقة. هتلاقي مثلا: وإذا حكمتم فاعدلوا. ما ينفعش اعدل اظلم يعني؟ الظلم له عقوبة. ما انت فهمت بقى لما ترى العقوبات الاول. قولوا للناس حسنا، السيئات والمسيئين ليهم عقوبة، والاشياء السيئة اللي بتقولها والسخرية والغمز واللمز، تصدق؟ يبقى دي اوامر عكسها له عقوبة، يبقى لو انت ما عملتهاش هتتعاقب. فانت بقيت فاهم دلوقتي الاوامر بقى اللي عكسها ملوش عقوبة. مثال عليها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ها، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لو أنت ما خدتش زينة هتتعاقب؟ لا، يبقى ده أمر للتكريم، أمر للرفعة. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لو ما كتبتش هيعاقبك؟ مفيش عقوبة لما يكتبش دينه، ولكن عشان ما يحصلش لخبطة، محدش ينسى، يبقى عشان يحميك، يبقى للرفعة وللرقي. انت ما كتبتش بقى، انت وحظك، كان هو فاكر كان بها مش فاكر هتحتاس، يبقى عشان رفعتك وعشان فايدتك، بس ملهاش عقوبة. ما قالكش لو ما كتبتش هتتعاقب ولا هتتحاسب. فانتبه، الله يهديك، ساعتها هتبقى واعي وبقى ذهنك مهيأ كده بالمعنى الكمبيوتري انجاز التعبير، بقت دماغك متفرمطة على وعي الكتاب. ساعتها ما حدش هيعرف يخوفك ولا هيرعبك. هتنتقل بعد كده للجزء الرابع: المعلومات والكنوز. وده بقى اللي ممكن يبقى لو انت في البداية 90% انت مش فاهمه، مش هيفهمه إلا اللي قاعد يطبق اللي فات، بقى عارف العقوبات وعمال يوقفها، وعارف النواهي وعمال يوقفها، وعارف الأوامر وعمال يطبقها. كل شوية هتاخد من المعلومات والكنوز، وعيك هيعلى وهيعلى وهيعلى. والله الذي لا إله إلا هو، إن في كنوز تكسبك ملايين الدولارات، ملايين، بس لو بدأت تطبق وتستوعب صح وتبقى فاهم. هنا بقى الكنوز. يعني لو اديت لكم مثال مثلا على الايات اللي فيها معلومات وكنوز: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. لو انت لسه ما بتطبقش هتلاقي الكلام ده كلام عادي، زي ما في بعض الآيات بتلاقي تفسيراتها: ومن كل شيء خلقنا زوجين، راجل وست، نعم، دي آية فيها كنز،
واللي خد كورس قوة الكلمة والتفكير اتكلمت في الكنز ده بقوة. هقوله سريعا، ان كل شيء في الكون له زوجين، ايجابي وسلبي، اي شيء في الكون. فلو ركزت على السلبي هتتضايق وتتخنق، ولو ركزت على الايجابي هتبقى فرحان ومستمتع وهيبدأ يزيد، وانت اللي بتقرر. لو بقيت واعي ان كل شيء له زوجين، هتبدأ لما يحصل لك الشيء تبقى عارف ان معاه زوج ايجابي، ان مع العسر يسرا، فهتاخد العسر، هتاخد اليسر من كل شيء. ده كنز انا عمري ما كنت هفهمه الا لما طبقت اللي فات. ده انا قلت كمان بصوره كمان سطحيه، ده في تعمق اكتر واكتر يخلي حياتك جنه بجد. الايه دي لوحدها والله العلي العظيم لما فهمتها ودعت الحزن من حياتي بصوره لا تتخيلها. مش هينفع اقول للابد، ولكن ممكن في السنه مثلا ازعل لي 4 5 مرات ولا حاجه. انت متخيل من الايه دي ان كل شيء في زوجين، فانا هبص على السلبي واتخنق ليه؟ فاتدربت اشوف على الايجابي واستمتع، فبقى اي شيء بيحصل بيفيد. اقول لكم على سر، ده ساعات كتير بستفيد من الهجوم اللي بعض الناس بيعملوه عشان يبقى دعايه وانتشار اكتر. كل ما يهاجموا اكتر بنتشر اكتر، وباخد الجزء الايجابي منه خليهم، وباخد حسنات اكتر وفوائد اكتر والله، وبدعي لهم فبتسامح اكتر وبقرب من ربنا اكتر. تخيل الايه اللي بعد كده، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ده ملخص علم النفس كله. يلا يا سيدي، كل علم النفس ينحصر في الآيتين دول بكل الحاجات اللي طالعة منه. وعايز أقول لكم إن يمكن الآية دي اللي هي بتوصل الناس لحالة الحياد، أنا عامل طلع منها قوانين وشارحها في كورس اسمه اختراق المجال الطاقي، قوانين المعجزة. إزاي الرسل والأنبياء عملوا معجزات في حياتهم لما وعوا للآية دي. وممكن لو انت مش واخد بالك تقراها عادي، هو عشان ما تزعلش وما تبقاش مبسوط، مع ان في عمقها كنوز رهيبه بتحقق معجزات. الايه اللي بتقول فاما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. تخيل بقى لو انت فهمت ان ده قانون، قانون يخلي مستحيل حد يخونك، مش هتفهم فانبذ اليهم على سواء الا ما تستحقها وعيك يعدلها بعد كده. وهكذا بقى هتلاقي ايات كتير كده، حاجات مش واضحه، حاجات مش مفهومه، حاجات تبصها تحس انها سطحيه، لكن كل ما هتطبق كل ما هتتعمق اكتر واكتر، فهتلاقي بقى معلومات وكنوز، وهتلاقي الدعاء جوه معلومات وكنوز، ادعيه كتير بقى، قصص، امثال، كنوز. في ناس بيقروا القصص والله العلي العظيم الله يسامح بعض الدعاء يا رب يهديهم يا رب، كل قصص الانبياء ايه الاستفادة منها؟ انك هيحصل لك مصايب في حياتك، اصبر واحتسب. كل القصص يا راجل، يا راجل ده انا عايز اشد في شعري. يعني قصة يوسف عشان ابقى عارف انه في السجن صبر واحتسب، وان قصة ايوب ان بيجيله مصايب صبر واحتسب، هي دي الخلاصة بس؟ مفيش غير كده خالص؟ والله ان كل قصة من دول وراها كنوز تخلي حياتك جنة، وهي ملخص، وركزوا كويس قوي، هي ملخص لكل مشاكل البشر في الحياة، معاها السبب اللي خلاه يقع في المشكلة، ومعاها الحل يطلع منها ازاي. هكرر تاني، معاها السبب ايه اللي خلاه يقع في المشكلة دي، ومعاها الحل ايه اللي خلاه يطلع تاني، ومش هيلقطها غير اللي طبق التدريجات اللي قلناها دي، وقف العقوبات وطهر قلبه من الزيغ والغل والحقد، مش هياخد باله من الكلام ده خالص. عشان كده خلي بالكم الايه، يلا بقى انا شرحت لكم اهو، نواهي وعقوبات واوامر. الايه اللي بتقول لا يمسه الا المطهرون، ده نهي ولا معلومات وكنوز؟ الناس اللي اخذوها وقالوا للستات اوعي تلمسي الكتاب واوعي معرفش مين، وطلعوا منها حاجات ما انزل الله بها من سلطان. بص على الايه دي كده، وانا شارحها في الفايل اللي قلت لكم عليه قبل كده، اللي هو كيف تطهر قلبك من الزيغ بالتفصيل. بص على الايه كده بروقان واقراها، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون
تنزيل من رب العالمين. ربنا بيقسم إن الكتاب ده في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يبقى ده نهي. ولا آية بتقول لك إن الكتاب ده، عارفين أكنة شرحتها في الفيديو اللي قلتلكوا عليه، الفايل اللي قلتلكوا عليه الأكنة وشرحها، أكنة على الكتاب ده تخليك مستحيل قلبك يمس اللي جواه إلا ما تكون مطهر من الزيغ والغل والحقد والغيبة والنميمة والإثم وكل المصايب دي. والله ما هتمسه ولا هتلقط اللي جواه ولا هتنتعش بيه وتخترق الأكنة دي إلا ما تكون مطهر. يتفسر بقى التفسير المادي ان لا لا ومحدش يلمسه وانت لازم ولبسي جوانتي. ايه الكلام ده؟ فيه ايه؟ فيه ايه؟ فانتبهوا الله يهديكم، ما تخلوش بينكم وبين الله وسيط. واقول لكم حاجه في اخر الجزئيه دي ركزوا فيها بعمق جدا، كتاب الله مش مجرد كتاب مكتوب، القرآن حي. أيوة، كل ما هتطبق كل ما هيديلك، كل ما هيلاقيك تستحق كل ما هيديلك أكتر. هو مش مجرد كلام مكتوب على ورق. عشان كده انتبه، كل ما هتروح تطبق بجد هتستحق. ثم إن علينا بيانه، على الله وملائكته البيان مش البشر. بعد ما هتبدأ تستوعب المعلومات دي كلها بقى، ابدأ ارجع اقرأ البشر اللي زيك اللي ألفوا كتب وضحوا فيها معاني القرآن، شوف الله بين لهم ازاي. بس انا عرفتك الطريقة، فتبدأ تقارن ما بين تبينك وتدبرك وتدبرهم، ساعتها تستفيد. وخد من كذا واحد وكذا شخص وكذا رأي، ويا سلام لو في آراء مختلفة، ده اشمعنى خد الرأي ده وده اشمعنى خد الرأي ده. هتبدأ تكتشف انك لما كنت بتسمع الدين كان اللي بيوصل لك الرأي كان بيوصل لك الرأي اللي على مزاجه هو او على هواه هو. لو عايز رعب هياخد الكتب اللي فيها رعب، ولو عايز وعي بجد ولو عايز تساهل هياخد الكتب اللي فيها تساهل. هيبقى عندك ساعتها توازن، وساعتها هتبقى فاهم كتاب ربك بجد. بس نصيحة مهمة قوي، اول ما هتبدأ تتدبر عشان تحمي نفسك، انت خلاص بقيت عارف العقوبات والغلط والنواهي. وانت بتتدبر طول ما انت بعيد عن الاثنين دول، ولا مخلوق له عندك حاجة. يا سيدي اعمل اللي انت عايزه، طالما بعيد عن العقوبات وبعيد عن النواهي اعمل اللي انت عايزه. ان شاء الله تغلط غلط يضحك، مش مشكلة، هتاخد ثواب، هتاخد ثواب التدبر. بس اعرف انك هتاخد لك سنة ولا اتنين اخطائك اعلى من صوابك، سنة ولا اتنين على الاقل. بعد كده مفيش مخلوق هيعرف يقف قدامك، هتفهم كتاب ربك صح، وهتعرف تقنع اتخن تخين، لانك بقيت دماغك متسستم على كتاب الله، وهتقدر تلقط بوعي الاكاذيب التي نسبت للرسول صلى الله عليه وسلم والتي تعاكس وتخالف القرآن صراحة. هتبقى فهمت صح ساعتها، وساعتها هتضمن ان محدش يضلك بإذن الله. هتبدأ تسمع من الآخرين بقى تزداد استفادات، وتلاقي حد تدبر جاب فكرة واو ايه ده، ففكرة مخك ينضف اكتر، وانت كمان تدبر تطلع عليه، وهكذا تبقى حياتك جنة مع كتاب ربك. فاجعل رمضان السنة دي نقطة تحول في حياتك مع كتاب ربك سبحانه وتعالى. حتة أخيرة عايز أقولها، لأن موروثنا الجميل طبعا كل الأوامر بقت عنده واحدة، فربنا قال لنا في القرآن نقرأ الكتاب، نتلو الكتاب، نرتل الكتاب، فكلهم عندهم بقى واحد. لكن عايز أقول لكم بس أمر منهم وهفصل في الباقي بعدين إن شاء الله. رتل القرآن ترتيلا. رتل، عارفين رتل من الدبابات، رتل من السيارات، رتل يعني ورا بعض، حلو كده؟ فرتل القرآن ترتيلة معناها انت عايز تفهم معنى كلمة، تقوم جايب كل الآيات اللي في الكتاب فيها الكلمة دي مع اختلاف جذورها معايا. يعني مثلا زكاة، تزكى، زكاة، خلاص كده كل الآيات اللي من نفس الجذر ترص كل
الآيات ترتلهم هتلاقي المعنى بان ليك. مع احترافك للجزئية دي الترتيل هتفاجأ إنك بقيت أقرب فهما للكتاب. يعني مثلا هتلاقي الأمر اللي جه مع القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأن أتلو القرآن، ده أمره أنا أمرت أن أتلو القرآن، وأمر تاني اتلو ما أوحي إليك من ربك يتلونه حق تلاوته. أنا عايز أفهم معناها إيه. لما هترتل بقى هتفاجأ إن في آية بتقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. تلاها معناها إيه؟ أديك ابتسمت أهو، لقطت المعنى من غير وسيط. القمر إذا تلاها يعني ماشي وراها بحذافيرها يتلوها. يبقى يتلو الكتاب يتلونه حق تلاوته. اتلو ما أوحي لك من ربك معناها إيه؟ امشي وراه نفذه. سمعنا وأطعنا يا رب، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أنا كنت سايب الكتاب بتاعك لناس تلخصهولي وبذاكر من ملخصات، فانتبه الله يهديك. ساعتها هيبقى رمضان أكتر رمضان عامل طفرة في حياتك كلها بإذن الله.